السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها أهمية مشاركة الرئيس في الجلسة القادمة للأمم المتحدة واحتمالات منعه من الحضور. قالت مصادر إعلامية أن الرئيس عبد ربه منصور هادي اعتذر عن حضور اجتماعات الأمم المتحدة التي ستنعقد بعد أيام، وكلف رئيس الوزراء معين عبد الملك بالحضور نيابة عنه. وأكدت المصادر أن السعودية والإمارات مارست ضغوطا كبيرة على الرئيس هادي لمنعه من المشاركة في اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة خشية مهاجمته للإمارات وتدويل قضية قصفها الجوي للجيش الوطني ودعمها لميليشيات المجلس الانتقالي. ومن المقرر أن تبدأ أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 17 من الشهر الجاري. في حلقتنا نناقش أهمية مشاركة الرئيس في الجلسة القادمة للأمم المتحدة واحتمالات منعه من الحضور وأبعاد هذا المنع وانعكاساته على الشرعية ومؤسساتها. قبل البدء بالنقاش نتابع سويا هذا التقرير. من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها السنوية 74 في 17 من سبتمبر الجاري في نيويورك، أي بعد 3 أيام فقط. سيحضر أغلب رؤساء دول العالم، ويفترض أن يحضر الرئيس عبد ربه منصور هادي بصفته الرئيس الشرعي لبلد يشهد أسوأ حروب القرن، الأمر الذي جعل اليمن تعيش أسوأ أزمة إنسانية حسب تقارير الأمم المتحدة. مراقبون يرون أن حضور الرئيس هادي لهذه الدورة وفي ظل التحولات الدراماتيكية لموقف التحالف سياسيا وعسكريا، سيما ما يتصل بالقصف الإماراتي للجيش الوطني ودعم أبو ظبي لميليشيا متمردة تقوض من شرعية الرئيس وتضعف من سلطته، فضلا عن الصمت السعودي الذي يرقى إلى التواطؤ بل الشراكة فيما آلت إليه أوضاع اليمن. ثمة من يرى في الجلسة القادمة فرصة أخيرة وسانحة لإثبات جدوى الدبلوماسية اليمنية على الأقل لمخاطبة العالم بحقيقة الموقف المزدوج الذي تتعامل به السعودية كقائد لهذا التحالف منذ سنوات. وثمة معلومات مصدرها مقربون من الرئيس تتحدث عن منع سعودي يحول دون حضوره وانتداب رئيس الوزراء معين عبد الملك بديلا عنه. زيارة الولايات الأمريكية بغرض العلاج، لكن زيارة رسمية أخرى لم يقم بها الرئيس، وأعتقد أن ذلك ليس بإرادة الرئيس. لا يمكن أن نتصور أن الرئيس وبلاده تعاني من هذه الكارثة وتعاني هذه الحرب، لا يقوم بزيارة المجتمع الدولي حتى يتباحث حول سبل مساعدة اليمن وسبل مساعدة الشرعية في هذا المجال، وخصوصا في إذا عرفنا أن هناك قرارات مجلس الأمن تساند الشرعية اليمنية. لذلك اعتقد ان مساله بقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي في الرياض ينتج بطبيعه الحال تحديدا لحركته، هذا الرجل محدد للحركه،
حركته ليست حركة رئيس دولة فعلا تواجه دولته أزمة بهذا الحجم، أزمة وجودية. اليمن تواجه أزمة وجودية الآن، قد تتشطر إلى دولتين أو أكثر. ولذلك أستطيع أن أتفهم المخاوف وربما القلق وربما التوقعات بأن يتم بأن لا يشارك الرئيس في اجتماع جمعية الأمم المتحدة القادمة، لأن هناك الآن شيء جد. أولا هناك شيء، تطورات حصلت في الجنوب، هناك انقلاب حصل، هناك قصف مباشر من أحد أطراف التحالف ضد قوات الجيش اليمني. أيضا الحكومة اليمنية أيضا هناك تطور آخر في رد فعله على هذه التجاوزات، هناك تجاوزات شبيهة حصلت خلال الفترات الماضية، ولكن كانت الحكومة اليمنية تتبع كتم الكتم والدبلوماسية السرية والمجاملات لهذا الطرف أوقات. الآن الحكومة اليمنية خرجت عن هذا الإطار، قدمت شكوى فعلا إلى مجلس الأمن، قدمت أعلنت فعلا أن الإمارات تجاوزت حدودها في اليمن. ولذلك من المتوقع إذا ذهب الرئيس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يقدم هذه المستجدات إلى العالم الخارجي، وهذا وهنا سيصبح مسألة التدويل للقضية اليمنية، تصبح مسألة التحالف العربي الآن لم يعد له واقع، أصبح تحالفا غير شرعيا. نعم، لكن سيد علي إذا ما أتينا بالحديث لفرضية المنع الذي يعني تحدثت عنه مصادر داخل الشرعية، ما الذي يجعل السعودية يعني تخشى ذهاب الرئيس هادي للمشاركة وتقوم بمنعه، كونها يعني لم تكن سببا في قصف قوات الجيش الوطني أو في ما يتعلق بالوحدة اليمنية وتشجيع ميليشيات على السيطرة على بعض المحافظات؟ تضحيات في ملف اليمني من أجل إبقاء الإمارات حليفا إقليميا لها. نعم، لكن سيد علي هنا ايضا تضارب في المعلومات التي تاتي من داخل الشرعيه فيما يخص زياره الرئيس. هناك جهات من داخل الشرعيه تؤكد ما ذهبت اليه الانباء بان الرئيس هادي منع من المشاركه، وبالتالي قام ب يعني تكليف رئيس الوزراء بالنيابه بدلا عنه، ومعلومات اخرى ايضا تؤكد ان الرئيس يمتلك كامل يعني قراره الكامل في مساله المشاركه من العدم، وبالتالي هنا فقط يعني الرئيس ترك الفرصه امام السعوديه لحل المشكله القائمه ما بين الشرعيه والامارات، بينما انه يرى بذهابه الى الامم المتحده سيكون مضطرا للحديث عن يعني تجاوزات الامارات في الداخل اليمني، وبالتالي يعني تجنب الزيارة من هذا المنطلق. طرح كهذا هل هو منطقي؟ ربما فيه قليلا من المنطق، ولكن انا ارى ان المنطق مختلف تماما. دعنا نشاهد الصورة بشكل عام، ودعنا نتجاوز شخصية الرئيس عبد الرب المنصور هادي.
المسؤولون اليمنيون المؤثرون سواء في اليمن سواء كانوا محافظين او قاده امنيين او قاده مقاومه، من اخرج حمود المخلافي من تعز؟ هل تتوقع ان حمود المخلافي ترك تعز هكذا بملء ارادته؟ من ضغط عليه او من مارس ضغوطا عليه حتى يخرج من تعز؟ من يحتجز المحافظ سوق قطره منذ اربعه اشهر في السعوديه؟ اغلب المسؤولين اليمنيين يعني نائب الرئيس الحكومه اغلبهم اغلب الوزراء مقيمون في الرياض، هذه ليست اقامه اراديه، لا اعتقد. نعم هناك بعض الوزراء الذين قد يرحبون بالبقاء في الرياض نتيجه مصالح شخصيه او بحث عن امان او باي سبب اخر، لكن هناك اخرين ايضا مستعدين ان يعملون في الساحه، مستعدين ان يعودوا الى ارض الوطن، مستعدين ان يمارسوا صلاحيتهم على ارض الواقع، لكن من يمنعهم؟ هناك سوابق للمملكه العربيه السعوديه في هذا الشان، ايضا تجاوز الملف اليمني، تجاوز يعني حاجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وهذا شيء مثبت. ايضا، يعني هناك سياسه سعوديه قائمه على هذا، هناك سوابق للسعوديه في هذا المجال. هل تحتجز الرئيس هذه بالقوه او تحتجزه نتيجه الضغوط او ممارسه نوع من الابتزاز او شيء من هذا القبيل؟ هذه الطريقه التي يعني نبحث فيها، اما انها تحد من حركه الرئيس، يعني اعتقد هذا المساله انا اعتقد ثابته تماما، من منع الرئيس من الرجوع الى عدن؟ ليست فقط الامارات، لكن لماذا دكتور لا نجد توضيح من الرئاسه اليمنيه سواء بعوده الرئيس في فترات سابقه او بمشاركته التي من المقرر ان يشارك في اجتماعات الامم المتحده يعني خلال الايام القادمه؟ يعني هنا يتساءل ايضا المواطن لماذا هذه المؤسسه مؤسسه الشرعيه والرئاسه اليمنيه لا توضح للناس ما هي الاسباب بشكل واضح، بينما تاتي المعلومات فقط من معلومات تاتي من داخل الشرعيه او من مسؤولين يصرحون بعيدا عن الجانب الرسمي والمصدر الاساسي. الحكومة الشرعية من ليس لديها ما تقوله، يعني ماذا ستقول؟ نحن محجوزون غصبا عنا، غصبا عن إرادتنا في الرياض. هذا أولا. ثانيا، أعتقد الرئيس هادي يراهن على الدور السعودي. الرئيس هادي ولنكن أكثر صراحة لا يوجد له حلفاء على الساحة الداخلية ولا حتى على الساحة الإقليمية. داخليا الرئيس هادي كان نائبا رئيس علي عبد الله صالح، الرئيس السابق علي عبد الله صالح لمده 18 عاما، كان نائبا في الظل، لم يكن لديه أي واجبات، لم يمارس فعلا حكم اليمن او شارك في حكم اليمن، ولم تكن لديه اي صلاحيات. تحالفاته ليس لديه حزب سياسي يستند عليه، ليست لديه ايضا قوه عسكريه معتبره يستطيع الارتكان عليها، ليس لديه حلفاء. الحساب السياسيه كلها كانت تتعامل مع الرئيس هذه يعني دعنا نقولها بكل صراحه ايضا بنوع من الابتزاز، هم كانوا يطلبون منهم مصالح، مناصب، مشاركه في الحكم، صلاحيات اكثر مقابل انهم يدعموه، ولذلك الرئيس هذه وهو وحيد فعلا في الساحه، الرئيس هذه ليس له اي حليف يعتمد عليه، الحليف الوحيد الذي يستطيع هو بقناعه الرئيس هذه على ما اعتقد ان يغير شيئا على الارض هو المملكه العربيه السعوديه، ولذلك الرئيس يراهن عليها. حتى المجتمع الدولي ربما الرئيس هذه لديه قناعه ان المجتمع الدولي لن يتحرك ايضا، حتى لو خاطب المجتمع الدولي لا احد يتحرك، السعوديه لديها نفوذ قويه، السعوديه دوله ثريه، السعوديه تشتري مواقف الدول حتى دول من مستوى فرنسا وبريطانيا، ونحن شاهدنا كيف الازمه التي حصلت بين المملكه العربيه السعوديه وكندا. وكندا دوله غربيه ودوله محترمه، من وقف مع كندا؟ لا احد. دول غربيه اساسيه ولم تقف مع دوله مثل كندا. هل ستقف مع دوله مثل اليمن؟ هل ستضحي بمصالحها مقابل الحكومه الشرعيه الذي ايضا اعتقد هم ايضا ينتقدون الحكومه الشرعيه اليمنيه وينتقدون ادائها. هنا في المانيا هناك انتقاد كبير على اداء الحكومه الشرعيه اليمنيه. ويستغربون فعلا من ادائها، لذلك الرئيس هذه لا يجب معه حليف غير المملكه العربيه السعوديه، والسعوديه تستغل هذه المساله وتفرض املاءاتها او تقنع الرئيس بنوع من التهدئه، بنوع من الصبر، باعطائها مزيد من الوقت، والنتيجه نحن ما زلنا نروح في مكان منذ اكثر من 4 سنوات ونصف، لم نتقدم خطوه واحده، بل بالعكس تراجعنا وتراجعت الشرعيه وتراجع موقع الرئيس هذه ونفوذ وصلاحيه الرئيس هذه. نعم، إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي السيد علي العبسي، كنت معنا من العاصمة الألمانية برلين، وأرحب الآن بضيفي من ماليزيا من كوالالمبور المحلل السياسي دكتور فيصل علي. دكتور فيصل مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك دكتور، يعني نتحدث اليوم عن أنباء عن عدم مشاركة الرئيس هادي، هذه الأنباء يعني آتية من داخل الشرعية ولكن لا يوجد تصريح وإيضاح رسمي من الشرعية،
بأن الرئيس هادي لم أو لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في تاريخ 17 من هذا الشهر. يعني إذا ما صحت هذه المعلومات برأيك ما الذي يمنع الرئيس من المشاركة؟ وفي الأصل ألا نحلل معلومة غير صحيحة أو إشاعة، لكن ما دام أن هناك من يسربها من داخل الحكومة قد تكون صحيحة، وبالتالي إذا منع الرئيس هادي من الذهاب إلى هذه المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 من هذا الشهر، فإن هذا الحدث سيكون تعميد للانقلاب الذي تم في عدن وإرساء للانقلاب الذي تم في صنعاء، وستتضح الصورة بشكل كبير أن المملكة العربية السعودية هي راعية الانقلابات وهي من تشجع هذه الانقلابات ومن تدعمها. هذا الموقف، غياب الحكومة الشرعية، غياب الدولة اليمنية، غياب السلطة عن الذهاب إلى مثل هذا الاجتماع الهام، يعني انتهاء دور الشرعية وانتهاء دور الدولة اليمنية والتعامل مستقبلا مع انقلابي صنعاء وعدن على أساس أنهما هما الأمر الواقع والإقليم يدعمها، يعني هذا الواقع الجديد. نعم، لكن دكتور أيضا يعني هي تضاربت الأنباء من داخل الشرعية، هناك أيضا من يتحدث بأنه ويؤكد أيضا أن الرئيس لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، ولكن سيزكي رئيس الوزراء للمشاركة نيابة عنه، ولكن هنا هذا الطرف يتحدث بأنه لم يمنع الرئيس هادي من قبل السعودية، وإنما يعني ذهاب الرئيس إلى الاجتماع سيكون مضطرا للحديث عن كل التداعيات في البلد، وهنا فقط هو ترك اعتبار لمسألة أنه ترك للجانب السعودي فرصة أكبر لحل الخلاف القائم بين الشرعية والإمارات، وبالتالي يعني زكى رئيس الوزراء للمشاركة بدلا عنه. دعنا نكون واقعيين، الدكتور معين عبد الملك هو رجل السعودية في اليمن، ولا علاقة له بسياسة خارجية ولا يدير ملفات، هو موظف كما يقال أو يقوله البعض أنه سكرتير السفير السعودي في اليمن. إذا تمت هذه يعني كانت هذه المعلومة صحيحة وأن الرئيس هادي يمنح برغبة منه المملكة العربية السعودية دورا أكبر، يعني أن الرئيس هادي جزء من الخيانة للبلد وجزء من عملية الانقلابات، لا يوجد قراءة مغايرة ولا يوجد قراءة مختلفة. كيف تعطي هذا الحق وتتنازل عن شرعية الدولة وعن الذهاب لمثل هذا الاجتماع والذي تعرض فيه كل دولة مشاكلها؟ إذا كان في اليمن مشكلة حقيقية وهناك مشكلة حقيقية فعلا في اليمن، فلماذا لا يعرضها للعالم؟ لماذا يستحي؟ هل هناك يعني شيء أهم من اليمن وأهم من القضية اليمنية وأهم من وقوع انقلابات وسفك الدماء وعدم استقرار البلد من 21 سبتمبر 2014 إلى اليوم؟ هل هناك ما هو أهم من اليمن وأهم من قتل جنود اليمن وأبناء اليمن وتجويع الشعب اليمني وتشريد أبنائه في الداخل والخارج؟ هنا أيضا حديثك دكتور يعني يسوقنا إلى تصريح للمحلل السياسي قبل قليل علي العبسي، كان له رأي في هذا الجانب، يعني ارتهان الشرعية للسعودية، ارتهان الشرعية للسعودية هو عائد على أن الشرعية لا تجد ملجأ لها غير السعودية في ظل الواقع القائم، بمعنى أنه يعني تجد أن أحزاب سياسية لن تكون السند القوي لها في مواجهة ما يحدث في البلد، أيضا لا توجد القوة العسكرية التي بالإمكان أن تكون سندا لها في مواجهة جميع المشاكل الحاصلة على الأرض، وبالتالي لا تجد خيار غير السعودية. ما رأيك مع هذا الطرح؟ دكتور فيصل هل تسمعني؟ دكتور فيصل
نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالدكتور فيصل علي قد فقد. إذن مشاهدينا، يعني كما يعني نتحدث الآن بأن القضية لم توضح بشكل كامل في مسألة مشاركة الرئيس من عدمه، وإنما هي يعني تصريحات أو أنباء تأتي من داخل الشرعية تتحدث عن عدم مشاركة الرئيس هادي في اجتماعات الأمم المتحدة خلال الأيام القادمة، وذلك بسبب منعه من المشاركة من قبل السعودية خوفا من أن يقوم الرجل بالتحدث عن دور الإمارات ومهاجمتها في خلال كلمته في الاجتماع الذي كان يفترض أن يشارك فيه في 17 من هذا الشهر، وبالتالي يعني لم تأتي المعلومة من جهة رسمية حتى الآن بتصريح رسمي، وإنما نحن نتساءل إذا ما حدث هذا الأمر ما التبعات والانعكاسات على وضع الشرعية. إذن سينضم إلينا الآن الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني، سينضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن. سيد عبد الرقيب، مساء الخير. مساء الخير، أهلا شادي. أهلا بك سيد عبد الرقيب. يعني لماذا لا يعلن الرئيس عبر مكتبه مثلا عن أنه فعلا منع من السفر أو من الذهاب للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة في 17 من هذا الشهر، إذا ما صح أنه فعلا قد منع من المشاركة، لماذا لا يعلن؟ أيضا لو ليكون الأمر أشمل، لماذا لم يعلن عن سبب عودته للبلد في مراحل سابقة؟ من الذي يمنعه من قرارات كهذه؟ التحية لك ولمتابعي القناة. مسألة يعني حضور الرئيس عبد الرب منصور هادي في هذا اللقاء أمام ما تحتاجه اليمن اليوم من يعني حلول ملحة نتيجة ما تتعرض له من مشاكل كثيرة، يعني اللقاء وحضور الرئيس فرصة كبيرة لا يمكن أن تعوض ولا يمكن يعني إهدارها أو عدم الذهاب إليها. حتى الآن نحن نتحدث عن ضغوطات أو عن تكهنات أو احتمالات أن لا يذهب الرئيس، لكن ليست لدينا حتى الآن كما ذكرت أنت معلومات أكيدة رسمية من مصدر أن الرئيس عبد الرب منصور هادي منع أو أنه هو. هي كلها مصادر تأتي من داخل الشرعية سيد عبد الرقيب، ولكن أيضا في نهاية المطاف نحن نبحث عن لماذا الدولة لا تتحدث رسميا في كل ما يتعلق بالرئيس من منع، يعني منع في السابق من زيارة العاصمة المؤقتة عدن أو العودة إلى البلد، منع أيضا عن الذهاب للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، وبالتالي تأتي التصريحات من مسؤولين في الشرعية ولكن لا نجد تصريح رسمي من الدولة. ما هي الأسباب برأيك؟ هناك قصور يعني يجب الاعتراف به من قبل مؤسسات الدولة في التعاطي مع هذه القضايا ومصارحة الرأي العام ومخاطبة الداخل. الرئيس في أكثر المناسبة يعني كان هو الغائب الوحيد في أحداث ومعاطفات كبيرة وأحداث قسام تعرضت لها عدن وبعض المحافظات اليمنية، لكن أنا يعني أكاد يعني أرجح أن الرئيس عبد الرب منصور هادي لن يفوت هذه الفرصة ولن يتغيب عنها، لأن الغياب يعني أشياء كثيرة. غياب الرئيس عبد الرب منصور هادي سيؤكد ما نطرحه نحن الآن من تساؤلات وتخوفات بأن يمنع منع الرئيس من الذهاب إلى هذا الاجتماع، معناه أن حكومتنا وأن قيادتنا وأن شرعيتنا مقفل عليها في فندق بالرياض، وبالتالي لم يعد لديها قرار. لكن هناك قرائن وهناك يعني مظاهر تؤكد أن الرئيس عبد الرب منصور هادي سيذهب إلى لقاء الأمم المتحدة وسيلقي خطابا باسم اليمن. ظهور رئيس حزب الإصلاح بالأمس وحديثه القوي يؤكد أن القيادة السياسية وأن النخبة قيادة الأحزاب ليسوا كما يشاع يعني بهذه النظرة القاتمة، وأنهم قادرون على أن يعبروا عن مواقفهم بكل جرأة وبكل حرية،
وبالتالي أن يوضع الرئيس في هذا الموقف الكبير وهو المخزي أمام شعبه، أعتقد أنها النهاية إذا ما إذا صحت هذه التكهنات وهذه التخوفات، أن يمنع رئيس الجمهورية من هذا اللقاء. ونحن كيمنيين ونحن كشرعية ونحن كشعب بأمس الحاجة لأن يظهر في هذا الاجتماع المؤسسة الدولية وأن يخاطب العالم وأن يتكلم عن مشاكلنا وعن هذه التدخلات السافرة وعن هذا العبث الذي يجري على أرضنا وعلى شرعيتنا وعلى سيادتنا وعلى جيشنا. بالتالي أنا لا زلت أرجح وأميل إلى أن الرئيس عبد الرب منصور هادي سيذهب إلى هذا الاجتماع وسيلقي خطابا يتواءم مع المرحلة وحجم مشكلاتنا وحجم هذه الكوارث التي حلت علينا من طرف من التحالف ومن بعض أدواته بالداخل. نعم، طيب سيد عبد الهادي، يعني كيف نفسر أيضا غياب الدبلوماسية اليمنية في وضع تعيشه البلاد حاليا؟ يعني هنا 6 أشهر أو يعني فترة طويلة والبلاد أو الشرعية يعني بدون وزير خارجية يمثلها حتى الآن، يعني الخلل كبير وربما لا يعقل في الشرعية اليمنية. سيد عبد العزيز هل تسمعني؟ عفوا عبد الرقيب هل تسمعني؟ نعم، كنت قد سألتك يعني هل من المنطق أيضا أن يعني تمر فترة 6 أشهر والشرعية لا يوجد لها تمثيل دبلوماسي بالشكل الحقيقي، بمعنى وزير خارجية يعني يغيب عن تشكيلة هذه الحكومة؟ يعني الخلل كبير هنا، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هناك يعني خلل يعني جوهري وبعض يعني ممارسات إدارية يعني صادمة ومؤلمة نتلقاها اليوم، وخصوصا في هذا الظرف الحرج وهذه الظروف التي يمر بها البلد، منها ترك وزارة الخارجية شاغرة يعني. لكن رغم هذه الجهود التي يقوم بها نائب وزير الخارجية و يعني تحركه الدبلوماسي النشط وتصريحاته ومواقفه ومسارعته في تصدر الأحداث التي يعني واجهتها اليمن خلال الشهر أغسطس الماضي، أقول رغم ذلك ينبغي على الرئيس عبد الرب المنصور هادي أن لا يترك هذه الثغرات. ينبغي كذلك على الرئيس عبد الرب المنصور هادي أن يحسن اختيار رجالات الدولة، كثير من يعني عينوا في مناصب في وزارات في مرافق في يعني مواقع دبلوماسيه وسياديه يعني خذلوا اليمن وطعنوها في الظهر، حتى على مستوى الوكلاء على مستوى بعض المسؤولين في المحافظات بعض القيادات العسكريه. بالتالي على الرئيس عبد الرب منصور هادي ان يحسن اختيار قياداته وان يعني لا تتعرض اليمن لهذا. جميل، لكن سيد عبد الهادي، سيد عبد الرقيب، سيد عبد الرقيب، هنا لو افترضنا مثلا ان رئيس الوزراء سيد معين عبد الملك شارك في اجتماعات الامم المتحده نيابه عن الرئيس هادي، بمعنى يعني هل من المنطقي ان يتجاوز ذكر المستجدات الكبيره الحاصله على الارض مؤخرا؟ بحد ذاته ان يغيب الرئيس ويكون التمثيل على مستوى رئيس الحكومة، أن ينزل أن ينخفض مستوى التمثيل والمشاركة إلى مستوى يعني رئيس الوزراء، في حد ذاته يعني صدمة ستمثل لأتباع وأنصار وحاملي مشروع الحكومة الشرعية، ويمثل انتصار للمشاريع الأخرى للتمرد والانقلاب وللإمارات، تحديدا تحجيم دور اليمن. إن لم يكن الرئيس عبد الرب منصور هادي رأس الهرم، هو الذي يقف أمام المؤسسة الدولية ويتحدث بمشاكل اليمن، هذه انتكاسة كبيرة سنعدها، ونأمل ألا نصل إلى هذا المستوى، ولا زلنا نؤمل أن الرئيس عبد الرب منصور هادي لم يتخلى ولن يعني يقبل هذه الضغوط. عرفنا الرئيس عبد الرب منصور هادي حتى منذ سقوط صنعاء ودخول الحوثيين يعني لم يستسلم للضغوط ورفض الإملاءات. كان يستطيع الرئيس عبد الرب منصور هادي
أن يتنازل للضغوط الإماراتية وأن يوقع لهم بعض الاتفاقات وبعض المطامع وأن يعود إلى قصر معاشيق ويحكم ويضع رجلا على رجل، ولكنه اليوم يدفع فاتورة موقفه الصلب ورفضه لهذه المشاريع. صحيح هناك ضعف في الأداء، هناك بعض القصور، لكن الأكيد والمجمع عليه أن الرئيس عبد الرب منصور هادي لم يذعن ولم يقبل بهذه التنازلات وهذه الضغوطات التي تفرضها فرضتها الإمارات أو ستحاول أن تفرضها السعودية، ولم يقبل أن يخذل شعبه وأن يضعهم أمام هذه الورطة وهذا الحال البائس. أنا وضحت الصورة. أشكرك سيد عبد الرقيب، فقط لضيق الوقت شكرا جزيلا لك. المحلل السياسي والصحفي عبد الرقيب الهدياني كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. في الختام أشكر جميع ضيوفي وتقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل وديع عطا، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.